يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان مريض قد أجريت له عملية في عينه وقد نهاه الطبيب عن السجود والركوع، وكذلك يوجد على عينه غطاء من البلاستيك، سؤاله كيف يتوضأ وكيف يصلي؟ أما الوضوء فيغسل الصحيح من أعضائه ويمسح على الغطاء الذي على العين، يمسح عليه ويكفي. وأما الصلاة فيصلي على حسب حاله ولا يسجد ما دام الطبيب نهاه عن السجود، لأن هذا يخل بالعلاج وفي خطر على العين. الحمد لله، يومي بالركوع، يومي بالسجود. نعم.